أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا. هنيئا لكم يوم ينادي ربكم يوم القيامة، هنيئا لكم جميعا يا عمار بيت الله وعمار بيوت الله، كبارا وصغارا، نساء ورجالا. يوم ينادي ربكم يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ أين جيراني؟ أين جيراني؟ أين جيراني؟ أين جيراني؟ هنيئا لكم يا أمة محمد. يوم ينادي الله عز وجل يوم القيامة، ينادي الملائكة وهو أعلم عز وجل: أين جيراني؟ أين جيراني؟ يا ملائكتي أين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا ربي، ومن ينبغي له أن يكون جارك؟ فيقول لهم الله عز وجل: أين عمار المساجد؟ أين عمار المساجد؟ أين عمار المساجد؟ هنيئا لكم يا عمار المساجد، هنيئا لكم يا من تعلقت قلوبكم ببيوت الله عز وجل. من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. من السبعة الذين يظلهم، كاين سبعة أصناف من الناس يدير لهم ربي الظل يوم القيامة، سبعة من الناس، سبعة أصناف من الناس يدير لهم الله عز وجل يوم القيامة، يظلهم الله تحت ظل عرشه، من بينهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. ولذلك الصالحين والسلف الصالح رضوان الله عليهم كان كي يخرجوا من الجامع، يخرجوا يطل منهم واحد من الجامع، يقعد هو الأخر باش يخرج، ما يخرجش هو الأول، يخرج هو الأخر، يقولوا علاش تبقى أنت الأخير وتنظر إلى قاعة الصلاة وتبكي؟ قال لهم: أخاف ألا أعود إليه مرة أخرى. فالناس وش راهي تخمم يا أحبة رسول الله؟ انظروا تخمين الناس كيف هو، مش كما بعض الناس اليوم يخمم وقتاش يصلي باش يخرج لبرا يشري البطاطا ويشري البصلة ويشري مش عارف واش ويروح يقضي حاجته. سبحان الله، أخاف الناس تخرج هو يقعد في الأخر، ولما يجي خارج ينظر إلى بيت الله ويبكي، يقولوا له: ما الذي يبكيك؟ يقولهم: أخاف ألا أعود إلى بيت الله عز وجل إلا محمولا على أكتاف الرجال. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. هنيئا لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جيرة الله رب العالمين. قولوا لله فينا على الدنيا، قولوا لرمله فينا على الدنيا، قولوا لهم: خذوا الشياه والحمير والبقر فقد أخذنا عنكم رب البشر، خذوا الشياه والحمير والبقر فقد أخذنا عنكم رب البشر. واصلوا سلسلة الدروس التي بدأناها والتي نتكلم فيها عن أهم شيء في هذه الحياة بعد توحيد الله عز وجل، إنها الصلاة. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مازال أحبة رسول الله أمة محمد، الكثير من أمة محمد مازالوا يضيعون الصلاة. كن طبيبا، كن فلاحا، كن مهندسا، كن بروفيسورا، كن أينما كنت، أي شيء كنت، مادام ما تصليش أحبة رسول الله فإيمانك ناقص وصلتك مقطوعة مع الله عز وجل. كون وش تكون، مادام ما تصليش كون وش تكون، مادام ما تصليش فصلتك مقطوعة مع الله عز وجل. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. العهد الذي بين المسلمين والكفار وشو هو؟ الصلاة. فرق ما بيناتنا الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. عهد بينك وبين الله عز وجل، عهد: عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقي. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت، النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت قاعد يوصي: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تبعوا الشهوات وخلوا الصلاة فسوف يلقون غيا. ما غي؟ قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما قرأ قول الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، هنا قالك مش أضاعوها تركوها بالكلية، وإنما أخروها عن وقتها. يعني ما يصليش الظهر حتى يلحق العصر، وما يصليش العصر حتى يلحق المغرب، وما يصليش المغرب حتى يلحق العشاء، وما يصلي العشاء وكذا يجملهم مع الصبح كل ويخلطها.
هذا ما حافظ على ترتيب الصلاة. وربك قال وكل شيء فصلناه تفصيلا، كل حاجة حطيناها في بلاصتها، ما تقدر تقدم شيء، ما تقدر تأخر شيء. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كلام ربي يجمع ما فيه لا تقديم ولا تأخير، منظم نزل ربي سبحانه وتعالى مفصل، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله عز وجل اسمه وش يقول القرآن، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل إنسان يا جماعة ما قالش ربي بعض الناس، كل إنسان، كل إنسان، أنا وأنت والآخر والآخر، الكل الكل. وكل إنسان، كل واحد سموه إنسان، اسمعوا وش يقول عليه ربي سبحانه وتعالى، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره يعني كتابه تاع السيئات والحسنات تاعه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وش ندير له الطائر هذا الكتاب وش، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. تخرج يوم القيامة تلقى تاعك منشور واجد يستنى فيك، يقول لك الرب سبحانه وتعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هاو الكتاب تاعك قراه يا عبد. ولذلك يقول الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا الغي وشو هذا غي؟ هذا اللي أخروا الصلاة عن وقتها وجدلهم ربي غي. ما هو الغي؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه غي واد في جهنم بعيد قعره شديد عقابه. فهذا الذين أخروا الصلاة عن وقتها وماتوا ولم يتوبوا. كان بعض الناس يؤخرون الصلاة على وقتها وبعد يعود يتوب، يعود يجتهد. نعم كان بعض الناس عندهم أعذار، كان أحيانا إنسان مريض ما يقدرش. هذو أصحاب الأعذار لا نتكلم عنهم، الإنسان الصحيح بل وأصحاب الأعذار في المستشفيات تلقاه يقول لي جيب لي التيمومة، هات نتيمم ونصلي. أصحاب الأعذار في المستشفيات والمرضى في البيوت يصلون بالإيماء بأعينهم وما تركوا الصلاة إبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذو اللي أخروا الصلاة عن وقتها وجد لهم ربي غي، غي واد في جهنم بعيد قعره شديد عذابه. هذو الذين أخروا الصلاة عن وقتها، فما بالك بمن ترك الصلاة أصلا. هذا اللي أخر الصلاة وجد ربي غي، هذا أخر الصلاة عن وقتها. يا جماعة أنا بمحتار، كل شيء درنا له وقت وتوعدنا مع الوقت وكنا في الوقت ومع الله عز وجل، نسينا ربي يا جماعة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قاعد نأكد على النقطة يا جماعة، درت ربي أهون الناظرين إليكم يا عباد الله. نعم الكثير منا يقول الإمام أنا نصلي، احنا نصلي وانت تدرس على جماعة يصليوا. من خلالكم نوصل الرسالة، من خلالكم يا أحبة رسول الله نوصل الرسالة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف احنا كل الله يبارك ملايين البشر تصلي في المساجد يوم الجمعة، نحكي على الجزائر فقط، ومن بعد يغلبون أهل الشر. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يا جماعة رانا ماناش نجتهدوا، ماناش نجتهدوا بالقدر اللي لازم نجتهدوا عليه. نذكركم هذا رسول الله ونحن مقبلون على ذكرى مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يجمع الخير، رانا مقصرين في هذا الدين، مقصرين في تبليغ دين الله وسنة رسول الله، رانا مقصرين، رانا مقصرين في التبليغ عن الصلاة، مقصرين في التبليغ عن الهداية للناس، رانا مقصرين يا أحبة رسول الله، رانا غافلين غفلة كبيرة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كيف رانا مقصرين؟ أبدأ بنفسي العبد الضعيف إلى الله، رانا مقصر كيف؟ قبل أيام جاءني شاب قال لي نحبس المخدرات، حبست المخدرات عاونوني في هذا الأمر، أمر كذا. نقولها لكم مباشرة،
قال لي انا حبست المخدرات وحبست بيع المخدرات وراني داير الوشم هنا روح وسلك لي في لاكلينيك الفلانيه باش نحي الاوشام لان الناس عافوني. فقلت له يقول الله اني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. احنا كي ما وصلوش مع هذا الشاب هذا، هذا واحد برك ما وصلناش معاه وما كملناش معاه وما سالناش عليه. سالت عنه قلت له اين فلان؟ وين راه فلان؟ قال لي طال فلان انت ماكو في حرب. لا الناس راهي تستنى عن بالك كيما انت كلمته ما زدتش على بالهم، عرفوا باللي جاء المسجد وعرفوا باللي راه بدا يصلي. اهل السوء قال الله وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون. عاودوا جاهوا اهل السوء وداروا به وقالوا له انت كي تبدا تصلي واش راح يعطيوك؟ ما يعطيوك والو، وكنت تدخل بالملايين في النهار وفي الشهر وكانت عندك سياره فخمه وكذا، منين راح يجيوك هادو؟ وليداتك منين تعيشهم؟ عاود دار وعاودوا رجعوه وقبضوه يبيع في الغبره ودرك 10 سنين في السجن. انا مقصرين يا جماعه ولا ماناش مقصرين؟ مقصرين. ولذلك نوجه رساله من هذا المكان ما دام دخلت باش نلقوا العلاج يا جماعه. لازم لنا هادو ناس، كاين ناس غلطت، الكمال لله، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. كانش اللي ما غلطش غير ربي سبحانه وتعالى والانبياء اللي عصمهم ربي سبحانه وتعالى، اما نحن بشر، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، والا لما قال الله واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. بالعكس هذو اللي غلطوا ورجعوا لربي يزيد ربي سبحانه وتعالى يعطيهم مكافآت ما كانوا ينتظرونها. قال الله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. شوفوا رحمة الله عز وجل. شوفوا يا ناس الأمة، يا شباب الأمة، يا شيوخ الأمة، يا نساء الأمة، يا فتيات الأمة، اسمعوا ربي شحال حنين كريم. إلا من تاب، غلط ما غلط الإنسان ودار ما دار حاب يرجع لربي، أبواب التوبة مفتوحة، لا يستطيع أحد أن يغلق باب التوبة حتى تغرغر. يا عبد الله كي تغرغر وكتاش الغرغره، وقت يجي ملك الموت يدي لك روحك خلاص انتهت التوبه فلا توبه ويغلق الباب التوبه احبه رسول الله، انتهى امرك. اما مع ذلك فباب التوبه مفتوحه. تقصير ولا مش تقصير منا يا احبه رسول الله؟ عندي واحد ملاحظه نعطيها هنا ويا حبذا لو ولي الامر والجماعه كل يتولهوا لها. كاين ناس غلطت دخلت للسجون، الغالب ممكن صغر ممكن طي الشباب ممكن، انا نقول بلي ربي سبحانه وتعالى يقول واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى، باش نغلقوا ابواب تاع اهل الشر. يا ناس ربي قال وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ناكد لك الكثير ما يحبوش يشوفوا هاد الشباب في الجامع، كثير من اعداء الامه واعداء الاسلام واعداء رسول الله واعداء القران واعداء هذه الامه كلها مدى بهم هاد الشباب ما يكونوش ما يكونوش ما يكونوش ما كانش فتاة تلبس حجاب وتجي للجامع، ماذا بهم ما يكونوش؟ يا جماعة أنتم إلى راكم أنتم راقدين الأعداء تاع الإسلام ماهمش راقدين، ولذلك ربك يقول لك في القرآن: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، والله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لأن الناس كنت تربى ويجوا كل الجامع ويتخلقوا بأخلاق القرآن وأخلاق النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، تستقيم الأمة، وإذا استقامت الأمة نهضت، وإذا نهضت الأمة حطمت أعداءها. هم يحبوش هكذا، يحبوش هكذا يا حبة رسول الله. واحد الملحوظة قبل ما تروح للفكرة، هادو شباب خرجوا يروحوا مساكن يخدموا ويقولوا جيب شهادة السوابق العدلية، وشهادة السوابق العدلية فين؟ أنه كان في السجن. يا جماعة سهلوا عليهم هكذا رانا، واش يروح يخدم في الوزين هذا يقولوا له السوابق العاديه كنت في السجن، الوزين هذا كنت في السجن، الوزين هذا واش راح يدير؟ وين راح يرجع؟ يا جماعه السوء ها قلنا لك ماهمش راحين يخدموك، هاك هاك روح زيد بيع، نزيدوا نضيعوا شباب اخرين وناس اخرين. يا حبذا ما دام رب هذا رب ويغفر، هذا رب ويغفر يا احبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاولوا نتعاونوا مع هؤلاء، حاولوا نرشدوهم. ولذلك اذا عاد التائب الى الله، إذا عاد التائب إلى الله، إذا عاد التائب إلى الله، قال الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله رب العالمين. انظر 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 يا عبد الله، شوفوا هذا الدين، شوفوا هذا الإله، انظروا إلى هذه الرحمة، انظروا إلى نبينا محمد، انظروا إلى هذه السنن الذي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم.
ربي ما يحبش يعذب الناس. قال الله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صلى الله سبحانه وتعالى النقطة تؤخذ بعين الاعتبار. هذه الشبيبة هذه اللي خرجت من السجون نحتضنوها نجيبوها، ماذا بينا يكونوا معنا في الجامع، ماذا بينا يكونوا مصلين، يكونوا متقين، يكونوا خايفين الله، يديروا عائلات ووليدات. علاش نزعقوه منه ومنه ومنه بعد روح يحرق يحرق ويغرق مسكين؟ علاه نعاونوه؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. انت تعرفوا شاب في الحي حب يستقيم يجي يبكيلك يقول لكم انا ما لقيتش الا غالب، عاونوني وقفوني، كنت غلط. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اجمع اللي عنده الزكاه تروح يلا اروح انا ندير له حوينه صغيره ويتوكل على الله عز وجل ويدور بها اهل الخير واهل الصلاح واهل الفلاح. كنت تشوفوا الامهات والاباء اللي راهم يبكيوا احبه رسول الله. شاب يضرب امه بكف لانها ما عطتلوش يشري المخدرات، يضرب امه سبحان الله. واحد هز بوي وداره في الخزانه وغلق عليه، هم يحوشوا على البوي، غلق له فمه وكذا وغلقوا وداروا في الخزانه باش ما يسمعش به وداروا الاموال تاعو وراح. هذو مساكنهم ضحايا يا جماعه، هذو فقدوا العقل. يجي ويعطي حبه ياكلها بدون مقابل، يزيد حبه اثنين ثلاثه، غدوه كيولي مدمن طفل ولا شاب ولا شابه يقول روح جيب الصوارد. واش يدير؟ يولي يسرق، يدي الذهب تاع امه، يدي تاع بيو، يقتل بيو، يقتل جاره، يسطو على اموال الناس. وهكذا اضررنا بالمجتمع. هذا هو اللي حب يخدم، مش فقط جماعة روحوا الجامع نصلي وانتهى الأمر. قال الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، لأن يهدين الله بك واحدا خير لك من حمر النعم. نعم، كذلك نتوجه بالشكر لله أولا، ثم الكثير من الأئمة اللي راهم الآن في المستوى 58 ولاية الحمد لله هم يخرجوا الآن يتكلموا مع الشباب تاع المدمنين، يخرجوا الآن في وسائل التواصل الاجتماعي. هذو كاين البديل، شبابنا اليوم الحمد لله راهو يتبع كاين البديل. كان يفتح يشوف غير فلانة المغنية العريانة وفلانة كذا وفلانة، اليوم على الأقل هاو طلع شاف الفساد مباشرة كاين موعظة، كاين موعظة 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 موعظة. قال الله: وإذا قال الله بطل كل قول وقائل. قال الله لنبيه محمد وللأمة جمعاء: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. يا جماعة ربي قال: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. ديما نعاودها، ما دام قال ربي تنفع تنفع، ما دام قال ربي الذكرى تنفع تنفع، ما دام قال ربي الذكرى تنفع تنفع. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا نذكر وأنت تذكر وأنت تذكر وأنت تذكر والأم تذكر والأب يذكر والأستاذ يذكر والطبيب يذكر والبروفيسور يذكر والمحل يذكر. وش يوقع للشيطان؟ يروح. ولذلك ربي يوم القيامة سيسألنا جميعا. قال الله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. درنا عملية جمعة تبرع جزاك الله خير. إن شاء الله الاهتمام بهذه النقطة تاع الشباب التائب هذا، هم يلقوش وين يروحوا مساكن ما كانش. احنا أمة محمد كون يروحوا اليهود والنصارى يلتقفوهم التقافا، يقول له هاك المال وادخل النصرانية ونداوي وكون نعطيوك امرأة ونديروا الكل جميع التسهيلات. يجي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يطرد. لا، جزاك الله خير، ربي يحفظك. اي صديقي واش راك؟ سباسا بخير. رسال واش اسمك؟ رسال. واش راك رسال؟ رسال يحتاج الدعاء دعيو له، راهو انسان طيب يا جماعه. هاي وصلت الرساله رسال، وهو تبرع ب 200 دينار. جزاك الله خير يا رسال. ما هذه الرسائل التي تاتي؟ ان شاء الله خير، دوك نقراها جميعا ان شاء الله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يجمعوا التبرعات تاع المساجد. احنا نعود الى بقيه درسنا باذن الله حتى لا اطيل عليكم. الناس قال لك طالبك طول، قلت لهم بربي ما نزيدش نطول خلاص باذن الله. سادتي الافاضل، اذكر نفسي واياكم ومن خلالكم تذكرون ابناءكم واخوانكم واخواتكم واصدقائكم. نزيد ندعي للشبيبه هذه اللي في الطرقات حتى طاوله تاع الدمينو وتلعب، راني نذكر فيها وندعي لهم ان شاء الله. ندعي لهم ندعي لهم ربي ان شاء الله يهدينا ويهديكم ان شاء الله. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه. اجري، العب، كول، اشرب، دير 10 طياير، 100 سياره، تزوج، دير الوليدات، دير واش حب. اول حاجه كي توقف امام الله عز وجل يوم القيامه يقول لك الصلاه. أول ما يسأل العبد به يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء.
دم اللي رانا نشوفه اليوم. فلان تقلق قتل مرته وزوج بنات، اصحاب يلعبوا خرج الموس وقتلوا، والله ما متحرك رجلك حتى يسالك ربي على الدماء. ياتي القاتل والمقتول يوم القيامه. نرجعوا لواش؟ المخدرات، المخدرات هذا اللي يقتل. هذا ما ظنيتش واحد عاقل يقتل ابدا. مخدرات هي اللي راه تقتل احبه رسول الله. نعم، قاعدين يلعبوا في الكارطة والديمينو ويبيعوا في المخدرات، ما تفهموش على المداخيل، يجيب الموس ويقتل صاحبه عادي جدا وكأن شيء لم يكن. يأتي القاتل يوم القيامة والمقتول، القاتل والمقتول، المقتول شد القاتل منه وراسه يقطر دما، أوداجه تقطر دما، يقول له يا ربي سل هذا فيما قتلني. دماء، أرواح الدماء، واللي كانوا سبب في الدماء، واللي قتل حرق الفروج هذاك قاتل عمدا، واللي مشى في الاتجاه المعاكس قاتل عمدا، واللي مشى في الطريق تاع الترمواي بالموطو تاعو قاتل عمدا، واللي دار السرعه فوق ما حدوا له قاتل عمدا، واللي تجاوز في المكان اللي خاطي وقالوا داروا له هذا الخط متواصل قاتل عمدا، واللي البيرمين تاعو نحوه له وراح دار خطا وراح صاحبه جابه له قاتل عمدا، واللي جابه له قاتل عمدا. هذو كلهم كلهم اسمع، هذا مش لعب، هذه نفس. ما اعظمك يا كعبه وما اعظم حرمتك، ولكن نفس المؤمن اعظم منك. واللي قتل واحد وهرب، قتل واحد وهرب وكانه قتل قطا او حيوانا، حتى الحيوان ويسالك عليه الله عز وجل يوم القيامه. قتل وهرب ويروح شوفوا لي فلان ويديروا لي فلان، وين تهرب من ربي يوم القيامه؟ هيك هربت في الدنيا وما فاقوش بيك وما صورتكش كاميرات الدنيا، هل تغفل عن الله او سيغفل الله عنك؟ والله يا قاتل الروح وين تروح؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ ولذلك يجمع الأمم باش تتطور وتزدهر وما لا تؤكل الحقوق، لازم كل واحد يدي حقه. علاش وصلنا لهالدرجة؟ لأننا تغاضينا عن الحق. هذا دار غلطة، معليش يا ابن عمنا، هذا دار غلطة، معليش هذا ولد خونا، هذا كنسيبه فلان، تكفت نحن في البيرمي، وهكذا وهكذا وضاعت الأمة. وش تقول ربي يوم القيامة؟ ما أعظمك يا كعبة وما أعظم حرمتك، ولكن نفس المؤمن أعظم منك. ربي سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل نفس مؤمن لأكبهم الله جميعا في النار. كن يتلموا أهل السماوات كل وأهل الأرض كل يتلموا كامل ويقتلوا مؤمن خطأ أو ظلما، ظلما هو ما يستاهلش قتل واحد قتلوه، يدخلهم ربي كل النار. يجمع كي النهاية، يجمع كي النهاية، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يجمع، نسيتوا باللي كاين رب، نسيتوا باللي كاين موت، نسيتوا باللي كاين قبر، نسيتوا باللي كاين سؤال وجواب، نسيتوا باللي هذه الدنيا عندها نهاية. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعود للصلاة، وما أدراك ما الصلاة؟ الصلاة عماد الدين، الصلاة هي اللي تربي أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة هي اللي تبعدنا عن الفحشاء والمنكر، نعم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذلك ما بين الصلاة والصلاة، ما بين الصلاة والصلاة، مثلا صلينا الظهر، خرجنا من الجامع، أذن العصر، ما بين الظهر والعصر تعرفوا شو يحدث يا أحبة رسول الله؟ صلوا على رسول الله. إذا أذن الظهر جئنا إلى المسجد، صلينا وانصرفنا، ومن بعد يأذن العصر. كي أذن العصر يناديكم مناد من قبل الله، يقول لكم يا بني آدم قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها. ها من الظهر والعصر وعندنا ذنوب، ومن العصر المغرب عندنا ذنوب، ومن المغرب العشاء ذنوب، ومن العشاء الصبح ذنوب. ربي يحب يطهرنا ما بين كل صلاة، يريد ربك أن يطهرك لتلقاه، تلقاه باش يطهرك الله. يقول لكم مناد من قبل الله، يناديكم مناد يا أمة أحمد، يا أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يا أمة القرآن، يا جيران الله. ربي ما يحبش يخليكم بذنوبكم ما بين صلاة وصلاة. أنت تخرج منا، هاك صليت الظهر تخرج، ظهرك الجمعة مثال تخرج، خلينا الامام هذا والله ما هو امام مثال قادر يقول ويقول والله هيك، المهم ينطق الكلمه وخلاص. ذنب والله مش ذنب، ذنب. يجي 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 وقت العصر يناديك منادي ملك يقول لكم يا بني ادم قوموا الى ناركم التي اوقدتموها فاطفئوها. ما يخليناش ربي، ربي يحبنا، ربي ما يخليناش تايهين ضايعين، ربي قربنا اليه رغم انه لا يحتاجنا.
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم بهذه اللي ما يصليوش، نسأل الله له الهداية إن شاء الله، وإحنا إن شاء الله ربي يتقبل منا إن شاء الله. إحنا ما ناش ضامنين، ما قلناش رانا في الجنة، قلنا ربي يتقبل منا وربي إن شاء الله يهدينا وربي يرحمنا برحمته إن شاء الله. لن يدخل أحد الجنة إلا بعمله. صح ما نرضوش بالشيء هذا اللي راه صار يا أحبة رسول في الأمة في الخارج، وليدات ما يصليوش، أبناء ما يصليوش، آباء ما يصليوش، وكأن هذا الدين هذا مش عارف مطيش في الطريق اللي هي مفروض علينا فرض. إن هذا الدين دين الله، قال الله إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الصالحين. اللي ما يصليوش يا اخي ما يقدروش يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وين جي هذه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ وكتاش نقولها في الصلاة؟ في المكان، في التشهد. طيب تحياتي لله زكيتي حتى نوصل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اسمعوا هذه الكلمة، صلي على رسول الله. عمي مصطفى شفاك الله وعافاك، عودة ميمونة إن شاء الله. كي تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال لكم الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قالها الإنسان المؤمن في الصلاة بلغت كل عبد صالح في السماء وفي الأرض. كي تقولوا في التشهد تقولوا هذا الرسول اللي يقول صلى الله عليه وسلم. كي تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا جزء من التشهد برك. يقول لك النبي لقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. شكون هذو العباد الصالحين في السماء والأرض؟ الأنبياء والملائكة والمؤمنون. يا جماعة رانا درك في هذا القرن هذا وقاعدين السلام علينا وعباد الله الصالحين. قال لك الرسول لك سلمت على الملائكة وسلمت على المؤمنين وسلمت على الأنبياء وعلى كل عبد صالح في السماء وفي الأرض. أنا من أنا؟ أنا زادي قليل ما أراه مبلغي، ألي الزاد أبكي أم لطول مسافتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك أين محبتي. هذه مقتطفات برك على الصلاة، شوفوا قداش قعدنا الوقت فيها، فما بالكم لو تكلمنا عن الصلاة وفضائلها. وسنتكلم بإذن الله عز وجل في دروس قادمة. لازم يا جماعة نحرص على الصلاة، لازم. اللي ما يصليش ما عنده حتى علاقة مع ربي سبحانه وتعالى. كون يزكي، كون يبني الكعبة كامل وما يصليش ما يقبل منه ربي ولد. مش ما تقولش انا عبد مليح وقلبي مليح ما نصليش برك، هذه مش حجه يا عبد الله. لازمك تصلي، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتاب موقوتا.